نحن الآن في المسألة رقم 53، وهي يقوم توني بحل هذه المعادلة عن طريق إكمال المربع AX تربيع زائد BX زائد C تساوي صفر، حيث أن A أكبر من صفر. إنها مجرد معادلة تربيعية تقليدية، ودعونا نرى ماذا فعل. أولا قام بطرح C من كلا الطرفين وحصل على AX تربيع زائد BX تساوي سالب C. حسنا هذا كاف. ثم دعونا نرى، قام بقسمة كلا الطرفين على A، أجل هذا كاف، حصل على سالب C على A. أي خطوة يجب أن تكون الثالثة في الحل؟ إنه يكمل المربع، إذن هو يسعى لأن تصبح مربعا كاملا. لذا دعونا نرى كيف يمكننا القيام بذلك. لدينا X تربيع زائد B على AX، وسوف أترك فراغا صغيرا هنا، تساوي سالب C على A. وحتى تصبح مربعا كاملا علينا أن نضيف شيء ما هنا، أي علينا أن نضيف عدد ما، وقد تعلمنا في عدة عروضنا السابقة وأثبتناه تقريبا. وفي الواقع لقد صممت العديد من العروض تتحدث فقط عن إكمال المربع، لك أن تضيف أي عدد مهما كان، قم بإضافة مربع نصفه. وإذا لم يكن هذا منطقيا بالنسبة لكم، فقم بمشاهدة عروض خان أكاديمي على إكمال المربع. لكن ما هو نصف بي على A؟ حسنا، إنه بي على 2A، أليس كذلك؟ إذن نصف ضرب بي على A يساوي بي على 2A. ثم نريد أن نضيف مربع هذا، دعونا نضيف ذلك إلى طرفي هذه المعادلة، وتبقى لدينا X تربيع زائد بي على A X. وسوف نضيف مربع هذا زائد بي على 2A لكل تربيع تساوي سالب C على A. أي شيء تضيفه لجانب واحد من المعادلة عليك أن تضيفه للجانب الآخر، علينا أن نضيف ذلك لكلا الطرفين، زائد B على 2A كل تربيع. ودعونا نرى إذا كنا سنقوم بحل المسألة بسرعة، ما هو مطلوب منا؟ إكس بي على 2، أجل هذا ما فعلناه بالضبط، إكس تربيع زائد بي على A زائد بي على 2A تربيع، ونقوم بإضافته لطرفي المعادلة، إذن دي هي الإجابة الصحيحة. الآن إذا وجدتم هذا مربكا بعض الشيء، لا أريدكم أن تحفظوا الخطوات، شاهدوا عرض خان أكاديمي حول إكمال المربع. المسألة التالية 56، لا 54. هذا جيد، هذه أيضا يجب أن ألصقها، أنسخها وألصقها. هذا جيد، أربع خطوات حتى نشتق الصيغة التربيعية، تم توضيحها سابقا، لقد قلت في عرض سابق أنه يمكنكم أن تشتقوا الصيغة التربيعية عن طريق إكمال المربع، وفي الواقع سنفعل ذلك في عرض آخر، لا أريد أن أعطيكم الكثير من التلميح، لكن دعونا نرى ما هو مطلوب منا، ما هو الترتيب الصحيح لهذه الخطوات. إذا الشيء الأول الذي سوف نبدأ به هو المعادلة التربيعية، وهذه هي الخطوة الأولى. هنا حيث بدأنا في المسألة الأخيرة، ثم ما سنفعله هو أن نضيف نصف مربع هذا إلى كلا الطرفين، إذن سنضيف B على 2A تربيع لكلا الطرفين، هذا ما قد قاموا به هنا، إذن الترتيب الأول هو 1 ثم سنضع 4، هذا ما فعلناه في المسألة الأخيرة، لقد وضعنا 4، ثم من هنا نحن نعلم أن هذه العبارة ستساوي X زائد B على 2A تربيع. ومرة أخرى شاهدوا عرض إكمال المربع إذا لم يكن هذا مقنعا بالنسبة لكم، لكن السبب الذي دفعني لأن أضيف هذا هنا هو حتى تعلمون ذلك. حسنا، ما هما العددان اللذان إذا ضربتهما يكون الحاصل B على 2A تربيع، وعندما أجمعهما يكون الناتج B على A؟ حسنا، إنهما وبكل وضوح B على 2A. إذا قمنا بتربيعه سوف نحصل على كل هذه العبارة، نقول O إن هذا X زائد B على 2A تربيع، تحصل على ذلك هنا ويساوي،
ثم قم بتبسيط هذا الكسر وأوجده مقاما موحدا وكل ما تبقى. إذن الخطوة التالية هي 2، ثم أن كل ما تبقى هو الخطوة 3، وبهذا نكون قد قمت باشتقاق معادلة تربيعية. إذن 1 4 2 3، 1 4 2 3، ذلك هو الخيار A. المسألة 55، أي من الحلول؟ حسنا، سوف أضع جميع الخيارات أدناه. أي من هذه الحلول يعتبر صحيحا للمعادلة؟ مباشرة، إذا نظرتم إلى هذه الخيارات جميعها تمتلك جذورا تربيعيا. إذا سوف نستخدم المعادلة التربيعية هنا، دعونا نفعل ذلك. إذا المعادلة التربيعية هي إذا كانت AX تربيع زائد bx زائد c تساوي 0. إن المعادلة التربيعية هي سالب b. حسنا، لقد كتبت بحروف صغيرة زائد أو ناقص الجذر التربيعي لb تربيع ناقص 4ac، كل ذلك مقسوما على 2a، وهذه مشتقة من إكمال المربع مع هذا، لكننا قد فعلناه هذا في عرضنا آخر، ودعونا نعوضه هنا. ما هي قيمة b؟ ب تساوي سالب 1، أليس كذلك؟ وسالب السالب 1 هذا يساوي موجب 1، زائد أو ناقص الجذر التربيعي لب تربيع، وسالب 1 تربيع يساوي 1، ناقص 4 ضرب A، A تساوي 2 ضرب 2 ضرب C، C تساوي سالب 4، إذن ضرب سالب 4، كل ذلك مقسوما على 2a، a تساوي 2، إذن 2 ضرب a تساوي 4، ذلك يصبح 1 زائد أو ناقص الجذر التربيعي. إذن لدينا 1، لدينا 1 سالب 4 ضرب 2 ضرب سالب 4، وهذا يعادل موجب 4 ضرب 2 ضرب موجب 4. دعونا نأخذ الإشارة السالبة خارجا، إذن موجب لا يوجد سالب هنا، ودعونا نرى 4 ضرب 2 تساوي 8، ضرب 4 تساوي 32، زائد 1 تساوي 33، كل ذلك مقسوما على 4. دعونا نرى لما نصل إلى هنا بعد. حسنا، السؤال هو أي من هذه يعتبر حلا للمعادلة؟ دعونا نرى، إذا أردت أن أبسطها، حسنا هذا هنا، لأن لدينا 1 زائد أو ناقص الجذر التربيعي لـ 33 على 4، لقد كتبت الموجب فقط، لذا سيعتبر واحدا من الإجابات الصحيحة، والآخر إذا كان لدينا هذا. على أي حال ننتقل إلى المسألة التالية 56، وهذه أيضا سأحتاج لقصها ولصقها، وهي أي جملة توضح بشكل جيد سبب عدم وجود حل حقيقي للمعادلة التربيعية؟ حسنا، علي بالفعل أن أخمن سبب عدم وجود حل، لكن بشكل عام. حسنا، دعونا نجرب المعادلة التربيعية قبل أن ننظر إلى هذه المسألة. إنها سالب b زائد أو ناقص الجذر التربيعي لb تربيع ناقص 4ac، كل ذلك مقسوما على 2a. سؤالي لكم الآن، متى لا يكون هذا منطقيا؟ حسنا، كما تعلمون فإن هذا سينجح لأي قيمة لبي ولأي قيمة لإثنان A، لكن متى يسقط رمز الجذر التربيعي على الأقل عندما نتعامل مع أعداد حقيقية؟ وهذا مفتاح الحل. حسنا، عندما يكون لدينا عدد سالب تحت الجذر، إذا انتهى بنا المطاف إلى عدد سالب تحت الجذر، على الأقل إذا لم نكن تعلمنا الأعداد الوهمية بعد. أنتم لا تعرفون ماذا تفعلون، لا يوجد حل حقيقي للمعادلة التربيعية. إذا كان b تربيع ناقص 4ac أقل من 0، نكون في مشكلة، لا يوجد حل حقيقي، لا يمكنك أن تأخذ الجذر التربيعي لعدد سالب إذا كنت تتعامل مع أعداد حقيقية، هذه ستكون المشكلة هنا. لذا دعونا نرى ما هو ناتج b تربيع ناقص 4ac. لدينا b تساوي 1، إذن 1 ناقص 4 ضرب a، a تساوي 2 ضرب 2 ضرب c تساوي 7،
وبالطبع فإن هذا كاف، واحد ضرب أربعة ضرب اثنان ضرب سبعة أقل من صفر، لذا دعونا نرى ماذا لدينا هنا. أجل، قيمة واحد تربيع، هو صحيح إنه بي تربيع. حسنا، واحد تربيع يساوي واحد، واحد تربيع ناقص أربعة ضرب اثنان ضرب سبعة، بالطبع أن هذا سالب، لهذا السبب لا يوجد لدينا حل حقيقي لهذه المعادلة. المسألة التالية، إنني أفقد المساحة، هذا جيد. حسنا، المطلوب منا أن نعرف مجموعة الحل لهذه المعادلة التربيعية، سوف أنسخها وألصقها. إذن تلك هي مجموعة X التي تحقق هذه المعادلة، وبكل وضوح فإن لأي قيمة X تضعها هنا فإن الجانب الأيسر سوف يساوي صفر. إذن ما هي مجموعة X الصالحة؟ والمطلوب منا أن نطبق المعادلة التربيعية، لقد قمنا بكتابتها لعدة مرات، لكن دعونا نحلها مباشرة. إنها سالب B، B تساوي 2، إنها سالب 2 زائد أو ناقص الجذر التربيعي لـ ب تربيع، حسنا هذا يساوي 2 تربيع، ناقص 4 ضرب A، A تساوي 8 ضرب C أي 1، كل ذلك مقسوما على 2 ضرب A، أي 2 ضرب 8 ما يساوي سالب 2 زائد أو ناقص الجذر التربيعي لـ 4، دعونا نرى، 4 هل كتبت هذا؟ ناقص بي زائد أو ناقص الجذر التربيعي لبي تربيع، ناقص 4 ضرب A ضرب C. أجل، نحصل على 4 ناقص 32، لهذا السبب كنت أتأكد مرتين لكي أرى أنني فعلت ذلك بشكل صحيح، لأنني سوف أحصل على عدد سالب هنا، كل ذلك مقسوما على 16، ولذلك سوف ينتهي بنا المطاف في النهاية إلى سالب 2 زائد أو ناقص الجذر التربيعي لسالب 28 على 16. وإذا كنا نتعامل مع أعداد حقيقية، أعني أنه لا يوجد حل حقيقي هنا، وقد كنت قلقا، لقد اعتقدت أنني ارتكبت خطأ في هذه المسألة، لكن عندما نظرت لاحقا إلى الخيارات حيث أنه يوجد الخيار دي، وسوف أنسخ وألصق الخيار دي هنا، الخيار دي لا يوجد حل حقيقي، تلك هي الإجابة، لأنه لا يمكنك أن تأخذ الجذر لعدد سالب وتبقى في مجموعة الأعداد الحقيقية. دعونا نرى، هل لدي بعض الوقت لحل مسألة أخرى؟ لا، لقد تجاوزت الوقت، سوف أنتظر حتى العرض التالي، أراكم عما قريب.